احنا لسه في اطار المنافسات الكتير الرياضيه اللي موجوده في الاجواء الصيفيه. شعلت بطوله الجمهوريه للشركات رقم 57 انطلقت وهي بتقام فعالياتها في محافظه بورسعيد تحت رعايه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والشعلة انطلقت من محافظه الاقصر ووصلت لبورسعيد. البطوله السنه دي بتحمل عنوان الاقصر عاصمه الثقافه الرياضيه العربيه، وبتستمر فعالياتها على مدار شهر سبتمبر، وحيشارك فيها 22 ألف لاعب ولاعبة ومدرب وإداري بيمثلوا 261 شركة ما بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص في 142 مسابقة للأعمار المختلفة. في الحقيقة يعني مسابقة أول مرة نشوف يعني كده الحكومة إيه على مائدة الرياضة أو على يعني إيه أرضية واحدة في مجال رياضي. نتعرف على تفاصيلها من خلال الاستاذ عبد الفتاح حافظ منسق عام بطوله الجمهوريه للشركات. اهلا بيك يا استاذ عبد الحافظ. اهلا وسهلا بحضراتكم، اهلا وسهلا مصطفى، اهلا وسهلا منا. صباح الخير يا مصر، وصباح الخير على كل مشاهدينا. صباح الفل على حضرتك. فعاليات كتير هتشهدها هذه البطوله، ازاي الحكومه المصريه نسقت لبطوله الشركات في المقام الاول؟ الحقيقه اهتمام طبعا بالغ بهذه البطوله التي تحمل رقم 57، تاريخ كبير جدا لبطولة الجمهورية للشركات اللي كانت بتقام بداية في اسكندرية ثم مرورا بعدة محافظات منها المحلة انتهاء على مدار 12 سنة بتستضيفها محافظة بورسعيد بنجاح منقطع النظير. الحقيقة السنة دي ان شاء الله احنا معانا موعد يوم 31 يوم الجمعة القادم مع حفل الافتتاح. حفل الافتتاح هيحيي هذا العام لأول مرة فرقة شركة غزل المحلة، وهيحكي أوبريت، هيحكي تاريخ صناعة الغزل والنسيج في مصر وليس في مدينة المحلة فقط. إن شاء الله زي ما حضرتك أشرت في سياق حديثك في المقدمة، إحنا أضخم عدد من الشركات حوالي 244 شركة من جميع أنحاء الجمهورية، منها القطاع العام والقطاع الحكومي وأيضا القطاع الخاص اللي بيشارك بقوة هذا العام. المنافسة ما بين عدد كبير من الشركات. أبرزها إيه يعني؟ حط لي أربع خمس أسماء كده يعني المصريين كلهم. طبعا الشركات زي ما حضرتك عارف، الشركات الدخان ده مهم جدا، عندنا غزل المحلة، عندنا المقاولين، عندنا مصر الطيران، عندنا يعني المنافسة كبيرة جدا، بتختلف من لعبة للتانية، إنما هي المحصلة النهائية إن دي بتبقى أقوى الشركات. المنافسة يمكن محتكرة الشرقية للدخان، الدرع العام للبطولة من عدة سنوات. احنا بنتكلم في 22 ألف مشارك ما بين لاعب واداري ومجالس. رقم ضخم جدا. طب وعلى كده الالعاب هتبقى مختلفه والاعمار هتبقى مختلفه برضه؟ اكيد، احنا 142 لعبه ما بين رياضيه وثقافيه وكشفيه وفنيه وموسيقيه وما الى ذلك، بتستضيفها محافظه بورسعيد اعتبارا من 1/9 الى 1/10 في كل ملاعبنا، كل ملاعب مراكز الشباب، كل ملاعب الانديه الرياضيه. الحقيقه في توجيه عام من الاستاذ الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ان هو مسخر وفاتح كل الملاعب لاستضافه هذه البطوله، كل الملاعب التابعه لوزاره الشباب والرياضه بالمجان لاستضافه هذه البطوله. توجيهات عامه من سيادته ان هو بيسخر كل الامكانيات اللي موجوده سواء بشريه امكانيات بشريه من خلال الاخصائيين الرياضيين في مديريه الشباب والرياضه في محافظه بورسعيد. بورسعيد بتعيش فعلا مهرجان رياضي سياحي، يعني هو ده انا بعتبره سيادتك ان ده نموذج للسياحه الرياضيه او الرياضه السياحيه ايا كان المنافسه، انما كون انه يخش محافظه بورسعيد 22 ألف مشارك. هو ده سؤال برضه مهم، 22 ألف شخص هيخش محافظة بورسعيد، هل الطاقة الاستيعابية لفنادق محافظة بورسعيد
هتستوعب مش فنادق بس، انا بتكلم على فنادق وعلى الملاعب وعلى كل المرافق، يعني هتستوعب هذا الرقم الضخم جدا. تمام، هو سؤال ذكي جدا، انما برضو احب اطمن حضرتك ان تباعا الاستضافه بتبقى تباعا، يعني احنا مقسمين البطوله لاربع اسابيع، كل اسبوع في عدد معين من اللعبات، ناس بتروح وناس بتيجي، يعني في اسبوع في 8 لعبات، في اسبوع في 13 لعبه، اللي بيخلص الرياضه بتاعته او المنافسات بتاعته بيخش غيره، بعدين يوم فاصل ما بين كل اسبوع لراحه الفرق وتغيير اماكن الاقامه والاعاشه. الحقيقه السيد محافظ بورسعيد اللواء اركان حرب محب حبشي برضو عقد اكتر من اجتماع هو السكرتير العام وادى توجيهاته بتسخير كافه الامكانيات، يعني احنا ما بنسيبش تفصيله الا ما بنتكلم فيها، بتتزين محافظه بورسعيد يمكن اعتبارا من يوم الاثنين ان شاء الله المواطن البورسعيدي هيلاقي الشوارع الرئيسيه مختلف في ابهى صورها، هنلاقي في بنرات موجوده ترحيبا بالشركات، الشركات نفسها عامله شو كويس جدا في محافظه بورسعيد وفي الشوارع الرئيسيه واماكن الاقامه والعشاء واماكن اقامه المنافسات من ملاعب وغيرها. عندنا برضو نحب نشير ان احنا عندنا اربع ملاعب شاطئيه بتشارك في استضافه البطوله، عندنا كره يد شاطئيه، عندنا كره طايره شاطئيه، عندنا كره قدم شاطئيه، عندنا بنبتدي نقيم ملاعب في موجوده على شاطئ بورسعيد لاستضافه هذه الرياضات الثلاثه. الحقيقه كل سنه بتتوسع اداره او القائمين على الاتحاد العام برئاسه الدكتور محمد عثمان هارون رئيس مجلس الاداره الاتحاد العام الرياضي للشركات، ومعاه الدينامو الدكتور احمد اسماعيل نائب الرئيس، والمستشار اسماعيل عبد الحكم سكرتير عام الاتحاد. الحقيقه بنوجه لهم كل التحيه لانه بيقوموا بدور، يعني يمكن في خليه نحل موجوده دلوقتي في القاهره وفي خليه نحل موجوده في محافظه بورسعيد، كل بيلعب دوره، الى ان نلتقي بقى ان شاء الله كده في اللجنه العليا باذن الله، والكفاءات اللي موجوده والخبرات اللي موجوده اللي بتدير البطوله كلها من الاسماء المشهوره في اداره البطولات المحليه والقاريه، ان شاء الله نلتقي باذن الله قبل البطوله بثلاث ايام عشان نستكمل استعداداتنا سواء على الصعيد التنفيذي في محافظه بورسعيد، على صعيد وزاره الشباب والرياضه ممثله في مدير الشباب والرياضه وكافه الهيئات التابعه، على الصعيد زي ما اشرت لحضرتك الاتحاد العام الرياضي للشركات. اكيد فكره العداله الرياضيه ان انطلاق الشعله من محافظات الصعيد وصولا لمكان اقامه البطوله في محافظه ساحليه، التوزيع الفكره جت ازاي ان احنا نتحرك من مكان ونروح مكان من الجنوب لمحافظه ساحليه؟ هو حضرتك كل سنه بيتم اختيار مدينه ما او محافظه ما، السنه دي وقع الاختيار على مدينه الاقصر باعتبارها عاصمه الثقافه الثقافيه، وبرضه هي بتتسلم من رايه من محافظه بورسعيد اللي كانت بتحمل هذا اللقب خلال السنوات الماضيه. ما بنتجاهلش ابدا، بالعكس انطلاقها من مدينه سياحيه وتمثل ركيزه من ركائز محافظات الصعيد وابناء الجنوب باعتبارهم ممثلين ايضا في المشاركه في هذه البطوله كلاعبين ومشاركين. انطلقت الشعله بالامس من محافظه الاقصر، وان شاء الله هي في طريقها حاليا مرورا بمحافظات الصعيد السته ثم القاهره ثم الدلتا وصولا لمحافظه بورسعيد ان شاء الله يوم 31 عشان تغطي كل محافظات مصر، وزي ما حضرتك اشرت كده كل سياخذ نصيبه من المشاركه في هذه الشعله او في هذه البطوله، بطوله الجمهوريه
سواء بمرور الشعلة أو بالمشاركة أو بالتمثيل في هذه المنافسات الرياضية، اللي بيحرص كل الشركات تقريبا عدد ضخم جدا زي ما قلنا في بداية الحوار، 244 شركة، عدد ضخم جدا وعدد لازم نقف قدامه. ان بنشجع الدولة، بتشجع الحكومة المصرية، بتشجع رياضة الشركات. على فكرة داخل هذه الشركات او داخل المشاركين ال 22,000 اللي احنا بنتكلم فيهم دول، في ابطال مصر بيحرصوا ان هم يشاركوا في هذه المنافسات. وبتسعد بورسعيد يمكن باستضافه هذه النجوم اللي بيلاقوا حفاوه خاصه من جماهير بورسعيد اللي بتروح وبتسعد صحيح. بان صحيح. هي تشجعهم في اماكن اقامه البطوله. صحيح. بنشكرك الاستاذ عبد الفتاح حافظ، مناسق عام بطوله الجمهوريه للشركات، بالتحديد 22,000 شخص بيشاركوا في بطوله بتجمع يعني شركات الحكومه المصريه، اعتقد فعاليه رياضيه مهمه جدا يا منى. اكيد.